مجالس محافظة نتأمل منهم كل الخير إن شاء الله. يعني نريد واحد يعين الثاني، مو كل واحد صار بمنصب عزل روحه. إحنا نريد نصير إيد وحدة، كل إحنا أهل البصرة بصريين، يكون كل إحنا إيد وحدة. ما أفكر بهذا وهذا أنا، أريد أهمشي هاي البطالة الشباب. شباب بطالة عندنا كلش هواي. نتأمل منهم يلقون حل لهاي الشباب، لأن شاب خريج ومخلص بكالوريوس يبيع بالشوارع، هاي كفر وظلم. طبعاً هي المشاكل كثيرة، لكن يعني إحنا كشباب بصري أكيد يعني أغلبهم يعانون من كثرة البطالة. نعاني من ممكن ماكو هناك فرص حقيقية لتأهيل الشباب، تأهيلهم لسوق العمل. فإحنا نتأمل من اللي يصعدون لمجالس المحافظات أن يكون في برنامجهم الأول هو دعم الطاقة الشبابية. نعم بالتعليم والمناهج، وأيضاً نقدر نقول ترميم بنايات المدارس أكثر شيء، توفير مصادر للجامعات والكليات، لأن طلاب المرحلة الرابعة هواية ما جاي يحصلون المصادر اللي تفيدهم حتى يكملون أبحاثهم. أول شغلة نشوف يكون يبقى الاستمرار بالعمل وبالمشاريع وبالتطور البصرة، وهاي الخدمات يقدمونها للمواطن تبقى يعني مال التعيينات والوظائف الشغله تبقى يعني متوفره كل الاوقات. مثلا دعم الثقافه، احنا هسه شارع الفراهيدي يحتاج الى دعم من الحكومه المحليه، يحتاج دعم الى من المجلس المحلي، يحتاج دعم من الجهات المثقفه الواعيه الى من المؤسسات والمنظمات الثقافيه. نحتاج دعم كبير لتطوير مراكز الثقافية، اتحاد الأدباء، قصر الثقافة والفنون، البيوت التراثية في البصرة، نحتاج بها إلى كثير من العمل والشغل.